نتابع سعوديا مشاهدينا مع تصريحات وزير الخارجية عادل جبير أن إيران هي المصدر الأكبر للخطر في المنطقة بسبب دورها في لبنان واليمن وسوريا. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي في بروكسل أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ استهدفت السعودية. وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين هذا لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم. وعن الأزمة اليمنية قال لجبير أن السعودية تعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله، مشيرا إلى أن المملكة استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني. وأكد لجبير أن الموانئ مفتوحة في اليمن، لكن الحوثيين يسرقون المساعدات. وحول سؤال عن رؤية 2030، قال وزير الخارجية السعودي أن بلاده تطبق رؤية شاملة لفتح الاستثمارات وزيادة الشفافية.